هون اللي انتخبت هيك مسؤولين يمكن مش عم بيقدروا يديروا لبنان بمسؤولية. على كل حال خلينا نحكي عن الوضع الاقتصادي اليوم بظل ما يحكى عن انهيار اقتصادي وإفلاس مالي، وهيدا صار حديث السالونات عنا بلبنان. أكثر من حلقة ببرنامج نقطة على السطر طرقنا لهالموضوع بظل يعني اللي عم بيصير والأحاديث، خصوصا لما بطل فخامة رئيس الجمهورية وبيقول أنه كل هيدي اللي عم ينحكى إشاعات، والخبراء الماليين والاقتصاديين بيقولوا أنه هيدي حقيقة. اليوم خلونا نحن نوضع نقطة على السطر مع ضيفنا مقرر لجنة المال والموازنة الوزير السابق النائب نقول نحاس. صباح الخير. صباحك بالخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يعطيك. بدي تعليق منك عن الأبقار النافقة بالبحر وشو عم بتخزق وراء شو. قلتيلي شاري مخدومة، قلتيلي قالوا لنا ما حيجوا عم أجوا سباحة. قالوا لنا البخرة مش جاية، أبو ودوهم سباحة للأبقار. مهضوم جدا بس في الأسف. مين يعني بده يحمي المياه الإقليمية اللبنانية ومين ما عم بيحميها؟ هذا مضحك المبكي يلي بيعطينا يمكن كاريكاتير عن ما قالت إليه اللي بسموها الجوفرنس الحوكمي في لبنان، حيث بالنتيجة التوزيع المغانم على كافة القطاعات السياسية بتأدي أنه هذا بغمض عين وهذا بفتح عين وهذا بسكر عين، وماشي الحال. اليوم نحن بنظام لا ديمقراطي، لأنه بالديمقراطية هي أساس المحاسبة. ونحن بنظام معالي الوزير أنت موجود بهالنظام؟ صح صح نعم. بس ولكن ولكن, ولكن. إذا أنا فيه ما لازم دافع عنه إذا كان سيء. نعم. أنا لازم أحكي الحقيقة مثل ما هي، لأنه الناس انتخبتني لأنا وصل صوت الحقيقي للي أنا قلت له شو بدي أعمل. أنا مجبور أقول اللي أنا بشوفه، مجبور أقول اللي بعمله، وألا بكون أنا عم دافع عن الغلط. نعم. احنا بنعرف كلنا بالنتيجة انه نحن عم نعيش بظل نظام يلي الحقيقة انتج بعد الحرب، ولكن هو نظام كان مفروض يوصل الى اللا طائفية السياسية، وهو بتلشي فيه عم يتغرز ويتغمق بالطائفية السياسية التي هي ضد الديمقراطية، لأنه ما في ديمقراطية لما ما في مواطن، وبالطائفية السياسية هناك في مذهبي وليس مواطن. إذن معالي الوزير اليوم ولا نحاس، اليوم العيب بالنظام أم باللي وصلونا اللي كانوا هني من أركان النظام، هني اللي وصلونا لهون ما عرفوا ديروا هيك نظام، أم ديروا لمصالحهم ومحاصصاتهم ومحسوبياتهم؟ كتير هين تحط الحق على غيرك، كتير هين تصوبي على الهين. أنا رأيي اللي عم يصير هو ما بيقول تزاوج السيء بالسيء. يعني اليوم طبعا نحن وردنا من التسعينات نظام قام على طلعنا من الحرب، وهناك في قسمة، هناك في ربع، في كل واحد ربعه، كل واحد جماعته، كل واحد كذا. هالعقلية هيدي اترسخت 15 سنة وصار فيها دم وصار فيها دمار وصار فيها تعتير. هيدي هالعقلية هيدي من حيث لا ندري أو ندري هي متحكمة بالمسار يلي عم تحكم. ما قدرنا غيرناها بالانتخابات وما بتغير بالانتخاب، لأنه نحن بالنتيجة كل ما بتقرب كل ما بتقرب ما بيقول في عنا حادث أو ما حادث أو في شيء بالديمقراطية بده يتم انتخابات أو ما شيء، اليوم شو بيصير؟ بنصب بعضنا. اليوم موضوعنا اقتصادي بامتياز ومالي بامتياز. اليوم شو اللي وصلنا لهالوضع الاقتصادي السيء؟ هل عدم الإدارة الرشيدة أم عن جد في ضغوطات خارجية إلى مصلحة ما يعني يحكى؟ لا لا. شو يعني لا. مش القصة أبعد من هيك؟ لا مش أبعد من هيك، لا مش أبعد من هيك. لبنان ما بيحرز يكون بالنسبة باللعبة الكبيرة. لبنان انت شفنا من السبعينات احنا بس اجا بقى عم اشوف كنت شو مقابله للرئيس الراحل سمير فنجي عم يخبر شو قال له دين براون. نحن بالمعادله الاستراتيجيه الدوليه ما بعتقد في عنا هالوزن انه يجوا يعملوا لنا مخططات من هالنوع. طب نحن وصلنا حالنا طبعا حتما. طب مين بده يحاسب السياسيين اللي وصلوا الوضع ناس. الاقتصادي والمالي؟ بس خليني اقول اذا انا بسلم الاولويه او بسلم الوزن، شو اكثر شيء اثر توصلنا لهون؟ عدم حوكمه، عدم ديمقراطيه، توزيع حصص، توزيع مغانم، وعدم وغياب سلطه النواب بالبرلمان لها السلطه. قبل 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 في غياب سلطه.
نحن في عنا مؤسسات بس ما عنا سلطة. ما عنا سلطة فيك تحاسبية، ما عنا سلطة فيك أنت، هي تفرض نفسها. طب ليه؟ يعني ما عنا قوانين بتحاسب لأنه الطائف. الوزراء لأنه الطائف هو السلطة التنفيذية، لأنه الطائف بتركيبته عمل السلطة جماعية. لما بتكون السلطة جماعية يعني لا سلطة إذا ما كان في هناك بالنتيجة عمق بممارسة ديمقراطية مواطنة حقيقية، ونحن أبعد البعد عنا. طب كأنك عم بتقلنا ما في أمل من إنقاذ هالبلد لأنه التركيبة كلها غلط. أنا مش فيد أمل، بس أنا عم أقول حنا بوقت كتير كتير صعب، ويمكن الولد بيطلع من بطن أمه بالعذاب، يمكن الحل بده يجي بالعذاب، بس ما أنا مش فيد الأمل. بداية الحل ولا هلأ؟ يعني اليوم نحن بصلب المشكلة اللي عم ينقال عن الوضع الاقتصادي والوضع المالي اليوم حسب الخبراء، لأنه فخامة رئيس الجمهورية بيقول أنه هيدي المعظمة شائعات. شو حقيقتها اليوم معالي الوزير النائب نقول نحاس؟ يعني بدنا اليوم نحكي الحقيقة بكل شفافية لأنه الوضع النقدي والمالي على المحك، صح؟ سيد نوع عليكي، فينا نحكي نظريات قد ما بدنا، ما بدنا نظريات، عم اقول نحكي واقع بكل المواضيع. في نظريات حسب انت كيف بتشوف الموضوع من اي زاويه بتشوفيه، الا الرقم. الرقم ما عنده نظريه، الرقم عنده واقع. بالاقتصاد امبارح النائب سمير الجميل الارقام حقيقتها. بالاقتصاد الرقم هو يتكلم. الارقام تبع عده مؤشرات وعده نتائج بالاقتصاد اللبناني بتدل انه نحن عم يتدهور الوضع أكتر وأكتر، ورايحين إلى مكان بيصفي عنا. أنا ما بحب الكلمات كبيرة إفلاس مش مزبوط. الدولة ما بتفلس، الدولة ما بتفلس. اليونان يعني هذا مش إفلاس، اليونان ما فلس، اليونان صار عنده ضائقة مالية ما عاد قادر يمول حاله، ونحن يمكن نتجه إلى هذا السيناريو. مش قادرين نمول الدولة. نحن بالنتيجة شو المشكل اليوم؟ مش قطاع خاص مشكل، المشكل هو القطاع العام. القطاع العام عم يستنفد كل مقدرات البلد، كل مقدرات الاقتصاد. اليوم رايحين على مكان يمكن، وانا بعتقد انه عم يقرب هذا الوقت، انه يصفي الدوله ما عندها قدره بالاستدانه. هذا المشكل اللي بده يصير. لا في افلاس، بس في طبعا في 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 ازمه كبيره جدا، ومعيشة الناس تتاثر، ومداخيل الناس حتتاثر. بس ما موضوع انه يعني شو اللي وصلنا لهون؟ مش السلسله كمان عم ينقال ان ارهقت كمان الماليه العامه، ومنهم طبعا متهم الرئيس ميقاتي بانه اول من طرحها وورط غيره فيها. كثير منيح سؤالك وانا حبيته، بس انه يفتح لي مجال اني اوضح للناس. السلسله طبعا بالطريقه التي اقرت فيها، وبالطريقه التي طرحت، وبالطريقه التي صوتوا عليها، هي مثل السريز على الجاتو، بس مش جاتو على الـ على الـ على المشكل. يعني هذا طق على المشكل وخلى العمليه انها تبلش بمسارها النهائي. طق الحمل، طق الحمل. هذا كنتي انت معك سياره بتحمل 8 تون، حملتيها 16 تون. هذا الموضوع بدنا تعتمله. طب كان لازم يحملها، بس هلا لازم يحط السرير. بس انا بدي ارجع على رئيس مئاتي يوم، صح، وانا من الناس اللي كنت مسؤول عن هالملف، وانا قلت بصراحه كليه انه السلسله هي حق لما بيكون في مقابلة نوعا ما توازن بالعمل بالعطاء بعدة أمور. وجبنا نحن البنك الدولي لأول مرة، وجبنا الإسكوا لأول مرة، وعملنا معهم دراسة كيف يجب أن تبنى السلسلة حتى تقدر السلسلة تكون عطاء وليس غش. لأن لما بتعطي أنت من مال وبكى حنسحب من مال التاني بنكون عم تغش الناس. حطينا معه 22 آلية، 22 إصلاح وتدرج في التطبيق، ومحطوطين بالمرسوم يلي راح، بالمرسوم يلي حل القانون على مجلس النيابي. إجا مثل العادة، إجا العطاء بلا ولا 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 إصلاح ولا موضوع من هالنوع. هيدي كانت النكبة الأساسية باللي وصلنا له. السريز على جاتو. نعم، خلينا نفصل كل هالعناوين نحن وياك معالي الوزير النائب الأولى نحاس، وأيضا بدنا نحكي عن عناوين كتيرة، عن كلام عم ينقال عن الكهرباء وغيرها من العناوين رح نتطرق لها معك مباشرة بعد موجز أخبار 9:15. ما تنسوا انطرونا. نقطة عصر. ساعة
الصيانة من قبل ظهر اليوم لاستكمال البحث في جدول الأعمال، وتترقب لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين مصير اقتراح القانون المدرج كبند أخير على جدول أعمال المجلس، ويقضي بمعالجة قضية مفقودي الحرب من خلال جمع العينات البيولوجية من الأهالي وحفظها وإقرار قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث عن مصير المفقودين. رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني رأت في حديث لإذاعتنا أن إقرار المجلس اليوم الهيئة المستقلة لتحديد مصير المفقودين والمخطوفين بعد 36 سنة هو حل العدل الأدنى للأهالي الذين نحتوا القانون نحتا وعانوا الأمرين حتى تمكنوا من إيصاله بشق الأنفاس إلى ساحة النجم، مؤكدة أن الأهالي تزداد مخاوفهم ويكبر حذرهم حول مصير أبنائهم في السجون السورية. وفي رياض الصلح ينفذ الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية اعتصاما بمواكبة الجلسة التشريعية. تعرضت دورية من مخابرات الجيش لإطلاق نار في منطقة مرجحين الهرمل أثناء تنفيذها عملية دهم لأحد المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات، وأدى إطلاق النار إلى سقوط شهيد من الجيش وإصابة 6 عسكريين بجروح. في المتفرقات الأمنية أوقفت شعبة المعلومات عصابة مؤلفة من 3 لبنانيين جميعهم من أصحاب السوابق، نفذوا 12 عملية احتيالية طالت شركات ومؤسسات تجارية في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان. بهذا نصل إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت لبنان. نقطة على السطر منتابع نحن وياكم عبر إذاعة صوت لبنان مع الوزير السابق النائب نقول نحاس وهو مقرر لجنة المال والموازنة. بدي أطلب من كل الأصدقاء المستمعين مع الوزير، أنت مستعد تستقبل اتصالات الناس؟ طبعا. على أرقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001. بيقولوا لنا عبر الواتساب معالي الوزير مشكلة لبنان نظامه الطائفي ولا قيام له الوطن إلا بقيام الدولة المدنية العلمانية، توافق على هذا الكلام؟ هذا المسار طبعا، هذا المسار حتى بالطائف مكتوب أنه لازم نوصل بهذا المسار، بس الناس ما عم تعطي إشارة أنه هني واعيين أهمية التغيير هذا، أهمية ضرورة أنه الذهاب نحو هذا المنحة. السنة نتكمش بإجر الزعيم، متكمش بكلامه، متكمش لو كلامه كان فارغ بس ولكن عالي النبرة، متكمش غرائزيا وليس عقليا. نحن نوعا ما في جزء كبير منا بسبب اسمه مأجر عقله لأشياء لغيره، مأجر عقله لغيره، يعني عم ترمي الكرة بملعب المواطنين والمستمعين أكثر من ملعب المسؤولين. في تناغم بين اثنين، في تناغم المسؤول او 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 السياسي، بدي اقول مش مسؤول، السياسي بيحكي كلام بيحب الناس تسمعه والناس بتتناغم معه انه هذا كلام كتير بلز، بس ولكن الواقع الارض الفعل يختلف تماما عن القول، وهون احد مصائب هذا العصر. اليوم نحن شفنا ما بس بلبنان، بكل بكثير من الأماكن حتى بأمريكا اليوم اللي بسمون الشعبويين إذا بدي أقولها بحش بالطريقة هيدي، هني الكلام 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 بسمع الدينة وبسكب العقل فوق. الدينة أهم من العقل. نحن لما منبلش منوازن بين القول والفعل، بين النتيجة ويلي سبب النتيجة، منبلش بجوز نعطي إشارة إنه مسارنا السياسي معقول يتغير. بس طالما نحن عم نتمسك تمسكا متأصلا بيلي بيطلبنا بدينتنا ومن دون ما يكون عنده أفعال وما نسأله عن الأفعال، نحن في مأزق. طيب نحن بس متكلين علينا نحن نسألهم، وين مجلس النواب انتخبناهم ممثلي الشعب وعنده حق هو كمان يحاسب؟ هيدا بتوريك، يعني هيدي مقولة ما عندها شلوش بأي معنى. ما السياسيين
أو النواب إجوا بالنتيجة بهالمسار هيدا، ما هني نتيجة هذا المسار، ما كلهم الحمد لله يعني إحنا منا منهم، بس ولكن في ناس إجت بهالمسار، كيف بدها تنتفض على المسار؟ ما هالمسار هو جابه. طيب بدها الناس تبلش تعطي إشارة المحاسبة. أنا ما بدي أحملها أكثر من طاقتها، بس ولكن بدي أقول كيف بتحاسب الناس بالشارع هلا؟ بينما المحاسبة بالبرلمان بيكون بالقوانين، بتحاسب الوزير اللي بيغلط. بتحاسب بالانتخابات، يعني بتسمح للتيارات المتجددة يلي بالنتيجة طامحة إنه يكون عندها خيار غير خيار المذهبي، غير خيار الفئوي، إنه يكون عندها يكون عندها مساحة. هلا وصلنا لهون بعد 4 سنين معالي الوزير، ماشي 4 سنين يعني لوين رح نكمل هيك بعد 4 سنين؟ ما بدنا نصير 4 سنين، ما انا شيء بتاريخ امي. نعم. طيب اليوم يعني ضعنا نحن كمواطنين لما بيطلعوا رئيس جمهوريه طبعا وبيقول انه الحكي عن الافلاس وعن وضع اقتصادي متقهقر وعن وضع يعني متردي جدا، انه هيدي عم بيسميها اشاعه اجواء سلبيه عن الوضع الاقتصادي وبتضر بلبنان وبتنظم حملات تيئيس للليره اللبنانيه بخطر ولا لبنان على طريق الافلاس، ونحن عم نشتغل على معالجه الازمه الاقتصاديه، بوقت المحللين والاقتصاديين عم بيقولوا انه لبنان مهدد بالانهيار الاقتصادي وال الإفلاس المالي. نحن بدنا نعرف حقنا المواطنين، هيدا عم يعمل بلبل بالبلد، حقنا المواطنين نعرف. حضرتك وزير اقتصاد سابق وطبعا تقدر توضع نقطة على السطر بهالإطار. سبقت وقلت الرقم ما بيحمل تأويل. كشف، كنت امبارح بالجلسة التشريعية وكشف النائب سمير جميل الأرقام على حقيقتها وقال في مين عم بيسعى إلى أنه يخبي هالواقع عن اللبنانية. لا مش مزبوط، لأنه مش مزبوط، معلش شيخ سامي انا عندي مناظره، عندي محاضره هلا الخميس، نهار الخميس. بس لا شيخ سامي ما قال هيك، ما قال انه عم نخفي، لانه شيخ سامي جاب ارقامه من سايت تبع وزاره المال منشور، وما بس هيك الا بالنتيجه اجا وزير المال على لجنه المال 30 نائب قال الارقام بكل شفافيه، وحكي كلام كتير قاسي، وحكي كلام كتير مهم، وحكي كلام كتير مقلق. هذا صار، دونك الأرقام قدامنا، بس نحن بالنتيجة، وأنا قلتها باللجنة بالحديثة، أنه لما سمعنا مداخلة وزير المال بهالأرقام الصعبة اللي أعطاها وبالتحليل الصائب اللي قاله، الصائب اللي قاله بالنتيجة، قلت حنطلع من نحن هالجلسة وكأنه ما صار شيء. وطلعنا وكأنه ما صار شيء. يلي سمعناه لازم يحرك، ما بس يحرك الجمهورية، لازم يضغوا كل المسؤولين، كل أعمالهم، كل أشغالهم، كل سفراتهم، كل اهتماماتهم، يعملوا فوراً حالة طوارئ، يجمعوا كل المسؤولين وما يطلعوا إلا بحلول، لأن الحلول معروفة. وأنا قلت هذيك المرة بدها لحظة، الحل بده لحظة. شو هو الحل؟ لحظة أنه يوعى المسؤول الذي هو اليوم بسدة أنه ما بقى في يكفي المنهج. طيب البداية بتبلش من حكومة جديدة، من تأليف الحكومة، من قناعة عند الذي عم يألف الحكومة ويلي وعند رئيس الجمهورية وعند كل بيقول المتسلطين السياسيين انه هذا المسار وهذا النهج السياسي لا يمكن ان يستمر. طيب. بس هاللحظة تأتي ويصفي عنده وعي انه بدنا نغير ونفوض بالاصلاح الحقيقي، ساعتها كله بيتغير. طيب. لحظة، حكيت عن أرقام وضعت بالمجلس النيابي طبعا باجتماع المال، ايه، وكان موجود وزير المال ونحكى على الأرقام، بس بالوقت اللي نحكى عن أرقام يعني طبعا ميؤوس منها، يعني هذه الأرقام بتدل على عجز كتير كبير. كلمة ميؤوس حبيتها، ميؤوس منها ليش؟ لأنه ما عم نعمل إصلاح. طيب طب ما مش ميؤوس منها، طب لما بيطلع رئيس يعني جمهورية وبيقول لا انه هيدي كلها اشاعات وفي مين عم يضغط، طب كيف بتقول انه ما في ناس عم بتخبي؟ لا رئيس جمهورية يعني ما في. انا بدي اذكرك رئيس جمهورية يمكن عم يوقف حملة اشتعلت مؤخرا، بس رئيس جمهورية ذاته لما طلع من عنده البترك لما زاروا من 3 شهور قال نحن عباب الافلاس. نعم. كلمة افلاس بدنا نشيلها من راسنا، لانه الدولة ما بتفلس، ولكن فاتين على ازمة اقتصادية مالية حتمية، بس المشكل انه عندنا قدرة نطلع منها؟ نعم عندنا قدرة، لبنان عنده قدرة يطلع من ازمته بشكل كتير 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 معقول. رح نحكي عن الحلول، ولكن نعم بدنا لحظة يقظة انه ما فينا نكفي بهالنهج، وعندنا بزمة اصلاحات مكتوبة شرف نطبقها. نعم، بنستقبل اتصال انا وياك معالي الوزير، مين معي؟ يعطيك العافية مدام، شكرا، اهلا وسهلا فيك.
معك النص خبير اقتصادي. نص؟ ايه نص خبير. شو بتعني يعني نص خبير؟ ما معي شهادة. تفضل. ما قدر تكفي. تفضل. لأنه دولتنا ما بتسمح إنه نكفي. مدام وضع البلد رايح مش رايح على المجهول، ما بنعرف شو فيه، يمكن يصير بعدين حرب، يمكن كله عم يسرق البلد. مدام نهوا البلد، حرقوا أرض البلد، ما في قرش بالخزينة. مدام رايح البلد على دمار، يعني قلت كأنه ما عندهم شيء بعدهم، ما مشاكلين حكومي، ما كأنه في شيء. مدام يعني كأنه البلد بألف خير والمواطنين ما عم يشتكوا من شيء، وهات لنا قلب حكومي على مهلنا، وهذا بيتخانق على وزير من هون، هذا بيتخانق على وزير من هون، ما حدا بيحمل مسؤوليه، كلهم كيف بدي لك ديوكه وبان جيش واحد، ولان ما بيحمل الا ديك واحد. ما في مدام عندنا رئيس يضرب بايده ويقول انه انا هون. يا ريت لو الجنرال هون بعده رئيس التيار مش رئيس جمهوريه، كان يسمي الامور باسمائها. مدام يا ريت لو بشكل حكومه تكنوقراط، مدام مش سياسيين، وهذا نكايه بفلان بوقف مرسوم، بعطل كل الشعب. يعني المراسيم اللي اوقات بتتوقف بالنكاوات مدام كثير مؤذيه للشعب، وبكون عم يؤذي طائفته بنفس الوقت. يعني الوزير بس لانه نكايه بالتيار الفلاني او بالحزب الفلاني او. وفي شغله ثانيه كمان مدام، نحن رايح نفطنا رايح ينباع، وصرت قايلها عندك كذا مره، نفطنا رايح ببلاش للدول الاوروبيه، حياخذوه الدول الاوروبيه، الدول الاوروبيه اللي عم تمنحنا، عم تعطي مصاري، عم مبسوطين نحن، والعالم مبسوطه، في ناس كثير مبسوطه، والخبر عم بيحلوا انه مؤتمر السد راح يجيب لنا مصاري. هاي المصاري اللي جايين مثل المليارات اللي قبل راحوا بالتسعينات وبالألفين وغيره مدام، بالواحد واثنين وثلاثه، باريس واحد واثنين وثلاثه، وحياخذوا نفطنا مثل ما اخذوه من نيجيريا، ومثل ما عم يعملوا هلا باليونان كمان، عم ياخذوا كمان غاز من اليونان مدام. شكرا، اهلا وسهلا فيك، تفضل معالي الوزير قول نحاس. صرخته صرخة واقعية، عم يوصف بشكل، يعني انا ما فيني اقول لانه عم يحكي مزبوط، ولكن طبعا ما بدنا نروح نقول انه هذا سرق وهذا بيتول، انه الغاز راح والبترول راح، الموضوع مش بهالطريقة هيدي. ولكن اذا ما اكتبهنا للحوكمة تبع هالمشروع البترول وتبع الغاز ممكن يصير هيك. بس لهلا بدي اقول انه الوضع مثل ما عم يوصفوا، نحن ما عنا قدرة اليوم بالمنهج اللي نحن عايشين فيه إنه يكون عنا أبتون، يعني نغير المسار. نعم، كمان اتصال، مين معي؟ ألو بونجور. بونجورين، تفضل. بس فيز بدي نركز على نقطة الفساد، إنه هالدولة هي عم تعمل قرارات، هي مجموعة وزراء. هالوزير في شي وزير بلبناني بتجرأ يشرح لنا عمل وزارته، يقول أنا عندي كذا موظف بهالوزارة موجودين بلبنان بهالدوائر الفلانية، أسامي الوزراء، أسامي الموظفين، أي ساعة عم يجوا على شغلهم، أي ساعة عم بفلوا، شو عمل هالموظف اليوم، شو عمل انتاجات، شو كان في شكاوي، هيدا الشيء هيدا مش عم بصير. خلينا نعرف نعمل تقييم عمل الوزير، شو عمل هالوزير بآخر عهده، شو النقاط اللي عملها، شو الحلول اللي حتى نحن ما عم نشوفها. أنا بدي راقب الوزارة من إداء عمل الوزير عم يشرح لنا شو عم بصير بوزارته، عدد الموظفين، شو عم يقبضوا معاشات، ايش عم ياخذوا معاشات للتقاعد، وين عم يروحوا هالمصريات. هل حريت هلا ما صارت بلبنان، انت بدها تصير هاي بلبنان، نحن ما نراقب. يطلب الوزير من هالناس شو عندهم حلول يشرحوا لنا اياها على التلفزيون، يطلع مباشره، يطلع يعمل، مش نحن عم ندافع عن ننتقد الوزاره، بيجي لك موظف من الوزاره بصير يدافع عن العهد، بدافع عن الوزراء، بدافع عن زعيمه. ما ننتقد وخلي يرد الوزير علينا، يعملوا ندوة حوار بكل وزارة اليوم، أي وزارة عم يعملوا ندوات حوار تحت قبة البرلمان. يجمع هالناس المثقفين الفولنتير يطلعوا يناقشوا وهن يعطوا الحلول، وخلينا نشوف الرد تبعه. هذا اللي مطلوب من لبنان. أول شيء كمان هالموظفين بيجوا على هالوزارة، نتمنى شي يوم إنه هالموظفين عم يوصلوا يمضوا على ورقة الدوام، أي ساعة فاتوا على الشغل يمضي اسمه وتوقيعه على ورقة، وبس بفل كمان اسمه وتوقيعه لنشوف مين عم يجي هالوزارة. نعم، مش عم بتصير، خلاص تصير هاي بالدولة أول شيء. شكرا لك. الإصلاح يبدأ أول شيء أنه تمشي الدولة على السكة الصحيحة بكل مرافقها، بكل مؤسساتها، شيك ايش الثقابه هي. هلا طيب شو اللي بيمنعها؟ مثل ما قلنا الطائفيه والمحسوبيه، في اجهزه بتراقب الموضوع. ما معطله؟ لا مش معطله كلها، يعني معطل نتيجتها، معطل الاداء تبعها، ولكن هي موجوده. ايه يعني بس سمعت شو قال رئيس الهيئه العليا للتاديب،
ما قال انا يعني عن جد انه بدي بيع فلافل افضل من انه يكون بالموقع، لانه ما عم يقدر ياخذوا استنتاجات من من اللي بتبس المؤسسات، ان كان التفتيش، ان كان التاديب، ان كان في عندهم مصريين عم يشتغلوا عم يراقبوا هذه المواضيع، ولكن ما عم ناخذ النتيجه من عملهم، لانه في نوع من تسلط من السياسه على الاداره وخصوصا على اجهزه الرقابه. يمكن هو لازم يقول كان انه نحن بدنا نحرر اجهزه الرقابه من السلطه السياسيه لنقدر ناخذ المعلومات اللي هو كان عم يطالب فيها. نعم، على الخط مباشره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي بحزب الكتائب جان طويلي. صباح الخير. صباح الخير ست نوال، لك لكل مستمعي إذاعة صوت لبنان وأكيد لضيفك. النائب سامي الجميل أطلق صرخة من تحت قبة البرلمان وسرد بالأرقام عن الإيرادات والعجز، وطبعا قال أنه التأخير بتأليف الحكومة جريمة، بس رح تتابع بندوة النهار الخميس مش هيك؟ وهيدي خطوة أولى كانت، وطبعا بالبيت المركزي بالصيفي في رح ينظم الحزب ندوة تناقش الوضع الاقتصادي الخطير، وضيفنا اليوم مع الوزير السابق النائب نولا نحاس هو رح يكون موجود طبعا له بهالندوة، وهالندوة رح تأكد صلابة قرار الاستمرار بمحاولة الإنقاذ. بس طبعا يعني هون اللي بدنا نقوله إنه دايما بيصير في ندوات مؤتمرات بس ما عم تنصرف بالواقع، شو القصة؟ قبل كل شيء ست نوال أهم شيء نعترف إنه في مشكلة. يعني نقدر نحل مشكلة معينة لازم نعترف إنه في مشكلة. بس عم بيعترفوا قال اليوم عم نقول العالم عم تعترف لسوء الحظ، مش كل العالم عم تعترف. عم نسمع اليوم أوقات مسؤولين عم بيقولوا إنه لا، الوضع المالي والوضع الاقتصادي مش هالقد بخطر، وقتها عم نشوف وعم نتسمع وعم نسمع وجع الناس كل يوم، يا ريت هن فيهم يسمعوا وجع الناس كل يوم. فمنهم من هذا المنطلق نحن وهيدي طريقة شغلنا نحن كحزب كتائب، قبل كل شيء خلينا نعترف انه في عنا مشكلة، ولازم يكون لنا كمان الشجاعة نعترف بهيدي المشكلة. بس وزير المال اعترف طبعا، يعني اليوم الحديث بالعهد عم بحكي بالمطلع، عم نسمع اوقات مسؤولين عم بيقولوا لا ما في مشكلة، نحن عم نكون بطريقة ساينتيفيك نحن عم نجي نحل المشكلة. رح خليني بس كفيلك شوي، لأنه قبل كل شيء نحن عم نقول إنه في عنا مشكلة، من بعد ما اعترفنا إنه في مشكلة لازم نقدر نعمل التشخيص الصحيح لهذه المشكلة. اليوم إذا أنا صاخن وبروح عند الحكيم والحكيم عمل تشخيص غلط لمرضي أو ما اعترف إنه في عندي مرض، هذه مشكلة كتير كبيرة. فنحن من هون عملنا هيدي الندوة نهار الخميس. نحن أول شيء عم نعترف إنه في مشكلة، وعم نروح أبعد من هون، ما أبعد من هيك، بدنا الخميس نعمل التشخيص المضبوط لهيدي المشكلة، لأنه وقت عرفنا نعمل التشخيص المضبوط للمشكلة رح نقدر نعرف شو هو الحل الأنسب. وبهيدي الطريقة نحن كحزب كتائب قدرنا ننجح آخر سنتين بكل المواقف خاصة الاقتصادية والاجتماعية اللي أخذناها، لأنه كنا عم نشتغل على كل ملفاتنا، كنا عم نحط إيدنا بالجرح، كنا عنا الجرأة نحط إيدنا بالجرح نقول وين المشكلة، ونروح كمان نعمل تشخيص مضبوط للمشكلة، بعدين نروح نطرح الحل. بس اللي بده يحل المشكلة هل هو اليوم يعني رح يحلها؟ يعني اليوم كله عارف انه في مشكلة، طبعا البعض بيعترف وبيخبي لانه مش من مصلحته يقول انه المشكلة هالقد، بس اليوم الحلول مين بده ينفذ هالحلول؟ ست نوال، اليوم اذا غرق لبنان كلنا رح نغرق، اليوم اذا غرق لبنان كلنا رح نغرق، واذا ما وعينا لهالمشكلة بعتقد شغلة يعني ما مقبولة. اليوم بطبيعة الحال وقت نحن كحزب كتائب رح نطرح الحلول ورح نشتغل ليل نهار ورح نحارب ليل نهار لنقدر قد ما فينا نطبق هذه الحلول، لأنه بالنسبة لنا ما في مهرب تاني، ما في عنا حل تاني، هذا الحل الوحيد. بس خليني أنا بهمني اليوم كمان بس بكلمتين نجي نقول يعني نعطي التشخيص، مش تشخيص نحن نعتبره إنه هذا التشخيص، وبطبيعة الحال الأخصائيين وأكيد ضيفك رح هن يحكوا بأكثر بفوتوا أكثر بالديتيلز نهار الخميس بهذا الموضوع. اليوم صار عنا آخر 5 سنين أو آخر 7 سنين عنا نمو اقتصادي مش عم بيتخطى 1.5%، هيدي أول نقطة. ثاني نقطة،
من بعد خاصة بعد إقرار السلسة وخاصة الضرائب، أكيد كلنا بنعرف كيف كان حزب كتائب عارض هذا الموضوع. صار في عنا تضخم آخر سنة، يعني تضخم إذا بدك زيادة بالأسعار آخر سنة 7.6%. لازم نعرف إنه نحن الأسعار تاريخيا كان التضخم بلبنان بمعدل 3 أوقات بيطلع على 5%، بس إنه قليل كتير نطلع فوق 5%. يوم صرنا تقريبا على 8%، وأنا بحس هيدا إلا بداية. ونتيجة هذا الموضوع عم نشوف البطالة. هلا ما عنا أرقام الأرقام الرسمية تبع البطالة، بس أنا رح استند على أرقام وزير الصناعة. وزير الصناعة هو قال إنه اليوم البطالة عم تتخطى 35%. 35%. من هذا المنطلق جينا عملنا نحن الندوة نهار الخميس وسألنا هذا السؤال: هل الاقتصاد تبعنا عم يتوجه نحو حالة الركود التضخمي أو stagflation؟ في كلمة اسمها الركود التضخمي، وفي بلاد مثل أمريكا ومثل إنجلترا قطعوا بهذه المرحلة، والطريقة الوحيدة قدروا يطلعوا منها هي من خلال الإصلاحات، والإصلاحات الجذرية، وكمان اللي فرضوها بطريقة يعني كنا نعرف بإنجلترا بسموها مارغريت تاتشر دي آيرن ليدي، لأنه فرضت الإصلاحات بالقوة، لأنه هي كان الطريقة الوحيدة يقدروا يطلعوا من هذا من هذا الحالة. فمن هون نحن أول شيء الخميس رح نتوجه ومع الأخصائيين نجي نعمل التشخيص المضبوط، نجي نقول هل اليوم نحن بحالة الركود التضخمي نعم أم لا، إذا إيه شو هي الإصلاحات اللي لازم نحن نشتغل عليها ونفرضها وليل نهار نحارب نقدر نطبقها لنقدر نقوم بهذا البلد. شكرا لك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي بحزب الكتائب جان طويلي. اليوم ندوات عم تنعمل، يعني مؤتمرات لإنقاذ الوضع الحالي، وفي صرخة اقتصادية اليوم بالاتحاد العمال العام رح يجتمعوا مع الهيئات الاقتصادية ويصير في صرخة لحتى يصير هالطاقم السياسي ينقذ هالبلد بتشكيل حكومة، والوضع هو كارثي إذا ما استمر على ما هو عليه. طيب شو بتنفع كل هالصرخات وهالندوات بظل تعنت بعض الأفريقاء أنهم يبقوا على مواقفه؟ ما بتنفع أبدا. مشان هيك نحن الأزمة مستمرة، الأزمة مستمرة. برجع بقول لأنه ما عنا ما وصلت الوقت أنه هالأزمة تعمل دكليك، يعني هي تبلش انطلاقة التغيير. طيب من وين بالزهنية؟ من وين؟ بالوجع وللأسف، بس ما وجعون هني وجع الناس. ايه بس اليوم معالي الوزير يعني بدنا نحكي عن حلول لنطلع من هالواقع. الحلول موجوده يا ستنا، موجوده. رحنا على السادر. بس شو سادر؟ شو اسمه سادر؟ طب اطلع منا اصلاحات لهلا. انا عايد شيء الف مره. شو اسمه سادر؟ كونفرنس ايكونوميك بور لو ديفلوبمون بار لي ريفورم. هو كان اسمه المؤتمر الاقتصادي للتنميه بالواصل اصلاحات، اسمه هيك. حطونا 14 صفحة إصلاحات وقالوا لنا مثل ما بيقول رئيس سنورة أنتوا بيطلقوا على الطابق 20، ولكن ماشي كل طابق بتاخدوا شقفة، أنتوا قوتكم وين بتوصلوا بتاخدوا. طيب من وين بدها تبلش الإصلاحات؟ خلينا ناخد اتصال ونحكي نحن وياك عن الإصلاحات. يعني في بعض الخبراء طرحوا إشي عملية ممكن ينعمل فيها، وكمان وزير الاقتصاد عنده طروحات الرسوم الجمركية قبل البرامج. عنا 6 برامج أساسية وضعت من خلال 10 سنوات ما تنفذ منها حرف. يعني نفذوا البرامج وما يردونا بأفكار. البرامج موضوعة بأطنان بأطنان موجود البرامج. خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ أنا مرحبا مدام. يا أهلا تفضل. الإصلاحات مش رح يصيروا غير من فوق لتحت، وبالمبدأ مش رح يصيروا لأنه ما حدا عنده عقل، ما حدا عنده قوة، ما حدا عنده إرادة ليعمل إصلاحات. كي من رأس الهرم لحد نحن المواطنين. يعني أنا الشخص اللي حكي من قبل من حزب الكتائب عم بقول عن مارغريت تاتشر، مارغريت تاتشر طالع من المدرسة مثل وينستون تشرشل، وينستون تشرشل بالحرب العالمية الثانية كان عم يستضيف رئيس وزراء غريب، قال له أنا ما فيني أعطيك شاي بسكر لأنه كان عندي كيلو بالجمعة سكر وخلصته، يعني ما فيني ضيفك سكر مع الشاي، في شو مر؟
قال له اي ما في مشكله بقى اوتوماتيك ما يعني اذا من الاول مفروض نحن رئيس الجمهوريه من عند من فوق لتحت يبلشوا الاصلاحات بنفسهم هن شخصيا يعني يبلشوا يوفروا يبلشوا يشوفوا هن كيف معاشاته يقدروا يضبطوه وقت مش مبدا المصاري يعني وقت ما رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء او رئيس النواب بيجي بيقول انا معاشي 1000 ليره رح اعمله 800 مش هال 200 ليره رح تحسن اقتصادنا بس هيدي هي الاراده اللي زملتنا كلنا سوا تنقول انه اوكي بلش يحسوا فينا بلش نساعدهم لان احنا مش عم نساعدهم انا وقت ما ابني عم يموت من الجوع اخر هم الوزير اذا بياكل او ما بيشرب بدي اسرق لطعم ابني ما بدفع الضرائب ما طعم ابني بس وقت ما الوزير ببلش يفكر او رئيس الجمهوريه لانه اعلى واحد بصير يفكر فيي انه انا بوفر 200 ليره من جيبتي انا اترك لي للمواطن ساعتها اوكي بركي هالساندويشه تبع ابني بعطيه شقفه منها مش ما بسرق ساندويشه بسرق نص ساندويش نص فرنجي نعم. هذا هو المبدا الكونسيبت واحد يبلش من حاله من فوق بلش نحن نحس فيه طيب من وين بدو نبلش اليوم خلينا نطرح حلول نحن وياك عم تقول الحلول موجودة بالأطنان بس اليوم في وضع مزري وعم يحكي وزير الاقتصاد أنه بدو بلش من الرسوم الجمركية وأنه أنا عم يتهموني عم بلش من المطرح بس أنا لازم بلش من هون وأنا مع هالاتهام إذا كان بتخفيض الرسوم الجمركية نعم تفضل معي ليك معروف بكل العالم بس لما انت عندك ازمه مثل ازمتنا بتعملي شغلتين بتحفزي الانتاج بتخفضي الاكلاف وبتجربي تكبري كعكه النمو كيف بتعملي بتخفضي الضرائب بتخفضي الفوائد وبتحركي العجله احنا اليوم عم نعملنا عكس تماما علينا الفوائد عم نعلي الفوائد نحافظ على قيمه النقد وعلينا الضرائب بس هلا رفض الضرائب وزير المال بالجزء الشرعي جينا لا ما هلا مش مطروح هذه صارت بالموازنه 2019 مش هيدي بس عملناها لانه الشقفه اللي عم تنتج عم نحملها والشقفه اللي ما بتنتج اللي بتاخذ من دون ما تعطي عم نخليها ما ندابها انا رايي ما فينا نحن نفوت بمعالجه دقيقه اذا ما بلشنا نحن بالنتيجه نخفض الانفاق ونرشد الانفاق يعني اليوم عندك بالدولة هالقد محلات فيها هدر فيها هدر وهين كتير تسكريه أول شيء كهرباء مش كهرباء في عندك هالقد كم من الموظفين مش ما عندهم شغل لأنه مؤسساتهم انتهت أو مؤسساتهم ما عندها شغل عم أعطي مثل صغير وبسيط بس عم أقول أنا بهدف اليوم أني خفض الانفاق نحن هلأ طالبين مدي كم ألف وظيفة جديدة بالأمن عم ندخل ناس على السلك التعليمي عم ندخل ناس على هون وهون وهون ما عم نوعى انه هالحجم الدولي يلي انتفخ بشكل مش طبيعي ومش معقول ليش؟ لأنه التوظيف بالدولة هو أداة للسلطة السياسية هو أداة للزعامة السياسية هالتسلط السياسي على الدولة ونفخ بهالشكل عم يخلي جسم صغير يحمل جسم كبير بدل ما هالجسم يكون بخدمة هالجسم طيب يعني معالي الوزير ليش طيب أوكي ليش دايما بدنا نروح عند المواصلين في خلل كتير كبير بالدولة وإدارات الدولة وبعدهم يعني منع التوظيف اليوم بمجلس الخدمة المدنية وبعدهم الوزراء عم يشتروا خدمات ويوصلوا هلا اليوم مدخلين كذا ألف زلمة وين غير وزارة العمل بس خلينا نقولهم لوين الكهرباء وين ما هلا مطالبين 2000 عنصر أمني طيب ليه ما بتاخذونا على مشكلة تانية وهي الكهرباء في وجع أكتر ولا الخزينة وأكتر من الكهرباء اليوم على الوزير يعني في وجع أكتر من وجع كهرباء لبنان يعني اليوم المواطن بيدفع 3 فواتير والخزينة بتمول كهرباء لبنان ليه ما منحل قصة الكهرباء الكهرباء قبل ما ندق بالموظفين خلينا أنا قلت على شيء فيني أعمله فورا وقف التوظيف بالدولة هذا فيني أخده فورا طب ما أخدوا الأرض ما أخدوا إجا قال وزير المال أنه ما في ليل كتير من الوزراء اللي احترموا قرارات الموازنة طب إذا الوزير يعني ما بيحترم خليني يكون عملي أنا عم أقول شو الإجراء العملي وليس الافتراضي لأنه مشروع الكهرباء أنا معك وهذا أنا فينا نحكي فيه ساعات هيدا مشروع يلي من أهم أشياء لازم نعالجها لأنه هو تلت المشكلة اليوم بلبنان بس هيدا بده وقت لأنه إذا جبت بواخر أنا شو عملت أنا
كبارة العجز بعكس ما بيقولوا، لأنه المشكلة الكهرباء ما بس إنتاج، إنتاج نقل توزيع جباية، أربع أمور هدول إذا ما بعالج آخرهم الجباية أنا ما بحل شيء. فإذا أنت اليوم بتعرفي أنه اليوم الجباية بلبنان 30% ما بيدفعوا، في هدف وعندك هدف لأنه خط التوزيع خط النقل مش ضابط، صرنا 15 سنة بموضوع نحكي بنفس الموضوع، بموضوع المنصورية ما حليناه. نعم يعني هذا بلد ما بده يحل مشاكله بالأساس. هو الحل موجود للكهرباء، بس عم ينقال أنه ما في قرار سيادي اليوم أنه يحر الكهرباء، هذا القرار غايب. موضوع الكهرباء موضوع كتير بسيط وكتير صعب بذات الوقت. نعم. يطبقوا القوانين بتنحل الكهرباء بثلاث سنين بتخلص المشكلة. نعم. بس حل الكهرباء أنا عندي مشكل آني فوري، عندي موازنة مش قادر بقى أنا أمولها وأمنها. الكهرباء بدها حاسبوا اليوم الوزراء اللي عم بيخالفوا وعم بيوصفوا ويشتروا خدمات ويحطوا لجنة المالية حتدعي كل وزير، قال عنه وزير المال أنه ما عم يطبق الموازنات، لنفهم منه ليش ما طبق الموازنة. العبرة بالالتزام يعني. عبرة بالالتزام، عبرة أنه من حامي من الحصص الدافع عن بعضها. نعم اليوم في هيك اقتراحات عاجلة بتساعد الحكومة عم ينقال عنها بوضع استراتيجية طويلة المدى، خصخصة، نحكي عن خصخصة بشركات القطاع العام، اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية، وضع موازنة متوازنة، وفرض سياسة ضريبية جديدة. شو رأيك فيها؟ في أطنان طبعا في أطنان دكتور إلي شوعي، في أطنان من الـ من الـ من الاقتراحات يلي ما بعتقد في شيء من 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 كتب، ما بعتقد في شيء من حط على الطاولة، ما بعتقد في شيء ما اجت أفكاره. العبرة بالتطبيق. نعم. العبرة بالنتيجة، من أين نبتدئ؟ بس برجع بقول كل موضوع لحظة، لما بيتغير النهج بتتغير الذهنية، تتغير القناعة أنه ما فينا نستمر كسياسيين بهذا النهج. نعم معنا الصحفية سابين عويس، صباح الخير. صباح النور نواف، صباح الخير لضيفك. مقالتك يا أهلا فيك، صباح الخير. مقالتك قدامنا مؤشرات ما هيك تدخل لبنان دائرة الخطر المالي، ورح بلش من آخر المقالة، عادة بلش بالأول، بس أنا يعني كثير من الوقائع أكد، عم تقولي بكلام وزير المال، الكثير من الوقائع التي تؤشر إلى أن لبنان دخل دائرة الخطر المالي. الرسالة وصلت ولكن من يقرأها؟ حدا قريها؟ انت برايك حدا قريها هالرساله؟ انقال مش انقريت، يعني انحكى الامور مثل ما هي بجلسه اليوم تحت قبه البرلمان. ما هيدا السؤال بعدين، وبعدين السؤال هو بعدين وصلت الرساله وماذا بعد. نعم. ما تاني يوم غدات الجلسه اللي حضرها فوق الأربعين نايب، بفتكر انه السيزون الاولى كان مشارك بهي الجلسه اذا مش مغلطه، لانه انت ما عدد كبير. انت ما بتغلطي عم بقول لك الله يخليك، بس انه كان في حضور كبير جدا للنواب، وهيدا كان عم بيعكس مدى القلق عند الكتل السياسيه لمثلي مجلس النواب، انه خلينا نفهم شو صحة الوضع، شو هالإشاعات الكبيرة عم تطلع، هل هي فعلا بإطار التهويل على الوضع الاقتصادي بالكلام عن انهيار، ولا فعلا في شيء؟ لأنه هي أول بهالمناسبة إجا وزير المال على اللجنة وكان معه تقرير نصف سنوي، يعني تقرير عن الست أشهر الأولى من السنة، وبينت فيها الأرقام. بس لما بقولك أنا من يسمع، ليه بقول من يسمع؟ لأنه تاني يوم بيطلع فخامة الرئيس عماد ميشيل عون وبيقول أنه لا، قدام زواره، ونقل هذا الكلام إلى الإعلام، لا، الليرة بخير، الوضع الاقتصادي بخير. حكينا على الموضوع. نعم عظيم. إذا الليرة بخير والوضع الاقتصادي بخير، نحن كلبنانيين من يقول لنا الحقيقة؟ هل هو وزير المال الذي يتحدث عن الأرقام المقلقة، واللي تحدث داخل الجلسة عن إمكانية إذا استمرينا بهذا النهج الوصول فعلا إلى انهيار، أو نصدق فخامة رئيس الجمهورية اللي تحدث عن أنه الليرة بخير والوضع الاقتصادي بخير، هناك أزمة ولكن يمكن معالجتها؟ أنا ليش انطلقت بهذا السؤال وعم برجع كمان أسأل من يصدق؟ لأنه اليوم لما بيطلع رئيس الجمهورية وبيقلنا أنه نحن وضعنا صحيح سيء ونمر بأزمة، ولكن هناك أمور
الدولة تقوم بها. عدد ثلاث أمور أساسية بكلامه اللي تحدث فيه عن تطميناته. تحدث أنه نحن عندنا مؤتمر صدر، عندنا خطة اقتصادية حطتها الحكومة، وعندنا الموازنات. طيب عظيم، نحن هول ثلاث أشياء كتير عظيمين ومناح ومنعول عليهم، ولكن أين هو مؤتمر صدر؟ أين هي قرارات مؤتمر صدر؟ أين هي الإجراءات المطلوبة مش من المجتمع الدولي أن يطبقها لبنان، اللي لبنان لزم نفسه أمام المانحين بأنه يطبقها؟ شو عمل منه؟ قال له المؤتمر انعقد من 5 أشهر وشوي، ما في ولا أي خطوة جدية عملت بمؤتمر صدر. بنقول أنه نحن رايحين، أنه نحن عم نعطي إشارات جدية. باستثناء مبارح الجلسة التشريعية واليوم، وإن شاء الله يقدروا النواب، وهيدا بفتكر الأستاذ الأولى بيقدر يحكي كفيهم أكثر، أنه إذا رح ينعمل كم خطوة بهيدا المجال. طيب هيدا مؤتمر صدر. خليني أنقل على تاني موضوع، الخطة الاقتصادية ماكنزي. شو عرفنا نحن عن ماكنزي غير أنه بدها تشرع الحشيشة؟ هل بدنا ندفع لأموال؟ هل حدا اطلع على خطة ماكنزي؟ طيب سعادة النائب موجود معك، سألي لي إياه لو سمحت. شرحوا بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، المجلس الاقتصادي الاجتماعي. نحن عظيم. طيب شرحتي شو أخذنا منه؟ شو عملنا منه؟ شو اخترعت ماكنزي مش موجود بدراسات وإجراءات واقتراحات موجودة حتى بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لما عمل الأستاذ روجان سناس كتاب النهوض الاقتصادي للبنان، اللي ما ترك أي فكرة مطروحة بلبنان إلا ما جمعت بهذا الكتاب ووضعت بيد بتصرف المعنيين. شو العمل منه؟ بروح على ثاني نقطة، الموازنات. عم بيقول رئيس الجمهورية إنه نحن طبقنا عملنا موازنة بال 2018 بعد 12 سنة من غياب الموازنة، كمان إنجاز كبير وكمان خطوة جدية وعظيمة. شو عملنا بموازنة 2018؟ التزمنا، الدولة التزمت خفض الإنفاق، زيادة الإيرادات، خفض العجز. طيب 6 أشهر على تطبيق الموازنة، شو بيّن بالأرقام؟ بيّن أنه زاد العجز لأنه زادت النفقات بشكل أكبر مما هو مفروض، وانخفضت الإيرادات. إذن هذه ثلاث عوامل لازم تكون مطمئنة لنا إذا أنا بدي أضحض أرقام وزير المال. إيه وما طمنتنا. طب معلمة وزير المال أرقامه منين جاية؟ نعم. منين جايبون؟ من جايبون من الأداء الاقتصادي والمالي للدولة وللاقتصاد. لما بيكون عندك نمو 1.5% مقابله تضخم بنسبة 7.57% حسب الإحصاء المركزي، يعني عن أي نمو عم نحكي؟ عن أي مؤشرات عم نحكي؟ فإذا نحن اليوم وين سابين؟ وين؟ بمحل كان سبق معالي عم يحكي، وأنا أكيد معه 100% باللي كان عم بيقوله. نحن بمحل بده مش إنه قرار، لا بده ضربة على رأس، بده خطة طوارئ، بده خبطة. كيف بده قناعة، بده قناعة بالتغيير. بس واحد يغيب عن الوعي بيشبقوه هيك كاف ليوعوه، في كاف لازم ينضرب بمكان ما. ولمين هالكاف لازم ينضرب؟ لكل واحد معني بالوضع اللي نحن وصلنا له. أنا ما بقى فيني أطلب قرار سياسي من حدا، ما نحن المشكلة إنه القرار السياسي هو اللي وصلنا لهون. صحيح. إنه بالكهرباء أنا بدي قرار سياسي تيحلوا مشكلة الكهرباء، ولا بدي يلغوا القرار اللي أخذينه بتوزيع بالمحاصصة مغانم الكهرباء. شكراً سابينا يعني على التحليل. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كلام كتير بينقال بهالاطار، بس اليوم بدنا نوضع نقطه على السطر. يعني اليوم مش بس، مش هيك سالتك انه في مين عم بيخبي لما بيطلع رئيس الجمهوريه وبيقول انه كلها يمكن هي عم ترمى اشاعات، حتى في محللين بيقولوا انه كله كذب وكذب، في ورقه ضغط على لبنان، حتى في تناقض حاصل بين الايكونوميست وستاندردز اند بورز اللي ابقت تصنيف الائتماني للبنان مع نظره مستقبليه مستقره. عشان هيك عم بقول لك انه المواطنين عن جد ضايعين. لا ما في ضياع، ما في ضياع. الوضع الاقتصادي، وضع المالي بالنتيجة بيجي وزير المال
هو اكثر واحد مسؤول عن الوضع العام تبعنا. طيب شو بدنا طيب كيف بدنا نطلع منه؟ هل انت بتأيد شو قاله وزير الاقتصاد مستقي طبعا بحكومه تصريف الاعمال ادخولي الى اجراءات طارئه منها مثل ما حكينا رفع التعريفات الجمركيه على معظم السلع على خفض الاستيراد ومنع خروج العمله الصعبه من البلد؟ شو رايك بهال؟ انا رايي هذا حكي مش متماسك، لانه بالنتيجه اليوم يا في سياسة وحدة استراتيجية وحدة قرار واحد بتاخده حكومة عندها ثقة وبتقنع الناس، بدها ثقة، بدك حكومة تقنع الناس، تقنع المجتمع الدولي، تقنع المستثمرين المحليين والأجانب أنه بلشنا المسير التغيير النهج الاقتصادي والنهج التعاطي بالدولة في لبنان. إذا ما في ثقة ما في شيء حيصير. نعم. اليوم أنه نحن بنحكي بموضوع أنه منوقف خروج الأموال، أنا بعتقد ما قصدها ولا فكر فيها جديا، وما بعتقد قالة يعني بعتقد قالة إيه، بس هذا موضوع يعني بتعرف شو يعني، يعني تدحرج أمور نحن مش قادرين نسيطر عليها. بقى هذا الموضوع برجع بقول ماكنزي أو غير ماكنزي، بدي حكومة تقبل بماكنزي، بدي حكومة تدقلنا شو ماكنزي. عم نحكي ماكنزي حكومة مستقيلة عملته لهلأ ما حدا بيعرف تفاصيله، وبدنا ناطرين تتيجي حكومة جديدة تقروا ويتلزموا فيه كل المعنيين بالأمر، لأنه ولي للأسف كل شيء صار مشاريع إصلاحية ومشاريع اقتصادية لما صوتوا عليها بعد سنة بعد ست شهور طلعوا منها لأنه شافت بتعاكس مصالحهم الخاصة، مصالح السياسية الآنية الضيقة. هذا اللي عم يصير، بنعمل برنامج من هون ولكن بتفتفت بلحظة اللي بيقف فيه لأنه ما في سلطة. بتأيد أنه بده كف؟ مين بده كف؟ بده المواطن، بدنا كلنا كفاف تنقدر نغيب تنحافظ على حل بلد. تنحافظ على بلد. نعم. عم بيقول لي ليش ما بتتحدث مع الوزير عن احتكار الزعماء لاستيراد المحروقات وغيرها واللي يمكن أن تدر على الدولة المليارات؟ كمان هيدي من الحلول. الحلول ليست بوحدة واثنين، في عنا إذا بدنا نعدن عدهم منضل بكى من عد. من المشكل هو بالنتيجة يلي بيدير إذا ما عنده فن وقناعة واحترام لطريقة إدارته للملف بالنتيجة ما نوصل لمحل. ما المهم أن نأخذ شغلة ونأخذ شغلتين، المهم يكون عندنا قناعة أنه نحن بدنا ندير هذا البلد بطريقة محترمة نطلعه من الجوار. بس أي متى رح نوصل إلى هالقناعة؟ أن جبال زبالة دول العالم عم بتكب زبالتها عنا، افتكروا أنه هيدا ما كب زبالة، لا تحاسبوا شيلوا الحصاني عنه. شو رأيك؟ مين بده شيل حصاني عن مين؟ بس أنا ما عم نستوعب، بس أنا عم نحكي نظريات. للحقيقة عن جد عم بيكتبوا كتير المواطنين اليوم عم بيسألوا وين المعلم الفاضل يعلم أولادنا إنه وين صرنا بالغش؟ هل هناك تاجر ليغش؟ يرحم أيامك يا كمين شمعون بيرجميل وبشارة الخوري، وين كنا وين صرنا؟ مواطنين كتير عندهم تعليقات، في منهم بيقول دخلي كديش كلفت السفرة إلى نيويورك؟ اليوم كلهم عم بيحكوا عن موضوع الطيارة. هذه شو أخذت دور على السوشيال ميديا؟ الفضفاضة يمكن بيعتبروا أنه فعلا يعني اليوم عم بيصير في طاقم بيسافر، وهيدي ما بيدل أنه الدولة هي بعجز. عمول كان في وفدين، وفد رئاسي ووفد مع وزير الخارجية. نعم. بس مش متأكد. عم بيقولوا كان معه 60 شخص، بس الحقيقة هيدي يمكن بتعرفي على السوشيال ميديا بنحكى شو ما كان. نعم. مشكلتنا ما رح تنحل لأنه نظامنا طائفي ولا قيمي له الوطن إلا بقيام دولة مدنية علمانية. ربما، بس هلا نحن خلينا نشوف كيف بدنا نطلع من هالعنق الزجاجي اللي احنا فيه. نعم. عم بيأشر لي المخرج انه خلصنا، بس طبعا كشف حاكم مصرف لبنان رياض سليم عن انه حجم احتياطي الذهب قادر على ضمان استقرار الليره بالبلاد، لكن يجب ان نكون حذرين بتقول حضرتك، لان السياسه النقديه ليست مخوله وحدها انقاذ الاقتصاد. اكيد طبعا، وهي المشكله اللي بعين فيها نحن حاليا، انه وحده مصرف لبنان، وحده الحاكم مصرف لبنان على مده 10 سنوات عم يجرب ياخذ الاليات اللازمه والهندسات يحافظ على شيء مش دوه. هذا مش دوه بالنتيجه، لانه هو سياسه نقديه وليس سياسه اقتصاديه او سياسه ماليه. بقى نحن بنظري وصلنا معه لاخر المطاف، ما بقى فينا يعمل اكثر من هيك، صار لازم بقى الجد يبلش، الاصلاح يبلش، وبالنتيجه كل شيء بحقه. ونقطة على السطر معالي الوزير السابق النائب، نقول لنا حاش شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مننا وليش عبود دليدة غانم والمخرج جورج العليلي.